الدنيا. ففاطمة هي النور، وهي المشكات، وهي المصباح، وهي البيوت التي أذن الله أن ترفع. أو الذي يذكره ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة في البرهان السادس الذي معنا، قال: المقصود بيت علي وفاطمة في قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع. قال في رواية الثعلبي: قال بيوت الأنبياء، وبيت علي وفاطمة من أفاضلها، يعني أفضل من بيوت الأنبياء كمان. تمام كده؟ بيت علي وفاطمة أفضل من بيوت الأنبياء، مش مشكلة نعدي دي. نؤكد أيضا على هذا المعنى من كلام أحد معمميهم ومراجعهم في هذا الفيديو، نستمع إليه ثم نعود. طيب الدنيا. ففاطمة هي النور، وهي المشكات، وهي المصباح، وهي البيوت التي أذن الله أن ترفع. فاطمة كما يقول إمامنا، يقول: نحن حجج الله وأمنا فاطمة. كمل لي: حجة الله. يعني مع الأنبياء الفضل هو الذي يمد للأنبياء نبواتهم وإكمال نبواتهم، مع الحجية في الأئمة لا بد أن يستمدون الحجية من أمهم البحر، لأن اللؤلؤ والمرجان كل ما عنده يأخذه من أين؟ يأخذه من البحر. وآل محمد لؤلؤ ومرجان، وبحرهم من هو؟ فاطمة. اعرفوا فاطمة هي النور، وهي المشكاة، وهي البيوت الذي أذن الله أن ترفع، وهي الغوث، وهي كذا وكذا وكذا. أنتم لا يخفى على شريف علمكم وفضلكم ما يدعيه القوم لفاطمة غلو عظيم جدا. كيف يستغيثون بها من دون الله، وكيف يستجيرون بها من دون الله سبحانه وتعالى؟ لما سئل أحد المراجع: إذا كنت أصلي لفاطمة صلاة الاستغاثة، وقد ذكرنا كيفيتها قبل ذلك، الاستغاثة بالزهراء ولها كيفية معينة، فهل أسجد لغيرها؟ قال: لا يجوز. إذا كنت تصلي لها فلا تسجد لغيرها، يعبدونها، يعبدونها عبادة من دون الله سبحان الله وتعالى. المهم، هم يقولون في بيوت أذن الله أن ترفع بيت علي وفاطمة. إذن إذا كان الأمر كذلك فعلي هو الإمام، لأن بيت علي من أفضل من أو أفضل من بيوت الأنبياء. طب لماذا لم تكن فاطمة أيضا إمام؟ ما هو بيت علي وفاطمة، الرواية تقول بيت علي وفاطمة. سيقولون لك: الإمامة لا تثبت للنساء، من خصائص الإمامة أنها لا تثبت للنساء. طيب أليست فاطمة معصومة بنص حديث الكساء؟ الآن لا تثبت الإمامة للنساء، والإمام يكون معصوما، فإذا لم يكن معصوما فليس إماما. تخبط ومتاهات في دين الشيعة.